لكن الرغي، الرغي اتصل عليه من ضمن اخطاء الخطوبه بقى، تيجي تتصل عليه قال لا هو انت مش انا رنيت عليك الساعه 3 3 و10 ما بتردش ليه؟ وبعدين انت اونلاين اهو، انت معاك بنات، طب انت بتكلم واحده ثانيه، طب انت هو انت ناوي نفسخ الخطوبه؟ هو انت الراجل ايه ده بتعملي ايه؟ لا ما هو انت سبتني 10 دقايق في الحمام، انا في الحمام والله العظيم ال 10 دقايق دي انا في الحمام. وتبص تلاقي مشكله رهيبه، مشكله رهيبه. فانا اقصد ان 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 الملاحقه ذات نفسها تخمه، مش صح. من الاخطاء اللي بتحصل في الفتره دي تقول لك والله ده محترم وكويس ومش عارفه ايه، فتقوم جايه حكياله على مش عارفه ايه، فين المايك يا وفاء؟ تقوم جايه حكياله على اهلها واخوها وابوها واللي حصل عند مامتها واللي حصل مش عارفه فين. هيصه هيصه هيصه. وبعد ما تحكي يحصلش نصيب، يطلع تقول لك ده عارف عني وطلع قال وطلع، ما انت اللي غلطانه. سر اهل بيتك ما يطلعش، سر بيتك واهل بيتك ما يطلعش. يجي من ضمن الاخطاء انها تحكي عن مشكله حصلت بينها وما بين ابوها، او مشكله بينها وبين ابوها. غلط، ما ينفعش، ما ينفعش تطلعي السر، لا خاطب ولا عاقد ولا متجوزه. شغل اهلك، حال اهلك، بيت زوجك وحال لحاله، بيت اهلك لحاله، زوجك ملوش دعوه بالكلام ده. اصل هو توأمي، ده روحي. طب انا ممكن اقول على سبيل الاستشاره بس ما فتحش قوي، ممكن اطلب منه استشاره بس ما احكيش دواخليات، اصل ابويا عمل كذا قام جاي ضارب امي، وبعدين اخويا ما اعرفش عمل ايه فضرب مراته. غلط، اوعي تكوني انت دي. من ضمن الاخطاء في فتره الخطوبه او بدايه الامر والاختيار، تبص تلاقيها بتعمل ايه؟ تنفتح معاه، تقول لك نتعرف على بعض. طب تتعرفوا على بعض ايه؟ مش عندكم جروب عيله؟ طيب وده اقتراح. يجي الاب والام والعيله محطوطه، يقوموا جايين حاطين العريس في قلب البتاع ده، افضل. يبقى الكلام على جروب العيله في فتره الخطوبه لحد ما نتم، او لحد ما نقرر احنا قرينا فاتحه فهنلبس شبكه هنعمل مش عارفه ايه، فيبقى الكلام في وسط العيله. لكن ياخدك على الخاص مش مشكله. وحشتيني، انت فين؟ نايمه ولا صاحيه؟ نايمه على جنبك اليمين ولا جنبك الشمال؟ انا بقول لكم بس الترتيب اللي بيتقال، لابسه ايه،